من بين هذه المتابعات التي لازلنا نتابعها مع حضراتكم البيان الذي صدر عن رئاسة الجمهورية، وفيه قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة لمقر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لمتابعة عملية المشروع الذي يتم للتعداد العام السكاني على مستوى الجمهورية، لمحاولة التعرف على طبيعة هذه الزيارة ودلالاتها في الوقت الحالي وآليات تنفيذ عملية التعداد وانعكاساتها على الإطار العام لخطط التنمية في مصر. ينضم إلينا اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. سيادة اللواء أهلا بحضرتك، أطلعنا على تفاصيل هذه الزيارة. الحقيقة احنا السيد الرئيس كان حريص ان هو يبادر بان هو يتواجد في بداية مرحلة عد السكان اللي بدأت أمس، ودي أهم مرحلة من مراحل التعداد الثلاثة. احنا خلصنا المرحلة الأولى اللي فيها حصر خصائص المباني ومكوناتها من وحدات سكنية وغير سكنية، وجبنا قائمة أو إطار بالأسر وجبنا قائمة بالمنشآت. المرحلة الثانية هتبقى الأسر بقى عشان الناس ما يحصل لهاش ارتباك. يعني المرة الأولى كنا بنجيب بس الأسرة واسم رئيس الأسرة، المرة الحالية احنا هنجيب بقى كل خصائص أفراد الأسرة. وده اللي الباحثين عندنا 40,000 باحث في الميدان حاليا علشان يروحوا كل الجمهورية من اسكندرية لأسوان ومن مطروح للسلوم على من السلوم الى العريش ورفح علشان نجيب خصائص السكان. والرئيس كان زيارته هنا لينا النهارده بيدي رسالتين. اولا هو رساله شكر للعاملين في التعداد لان دول كلهم متطوعين بيتحملوا مشاق كثيره جدا ليل نهار، بيوصلوا العمل من 9 الصبح ل 9 اخر النهار، بيشتغلوا في اليوم 8 و 9 و 10 ساعات. دول شباب مصر اللي احنا جبناه ودربناه على القيام بهذه المهمه، باقي جزء مهم جدا لن نتحصل على بيانات الا بتعاون المجتمع. دي الرساله الثانيه الرئيس كان بيوجهها للمجتمع ان هو سيادته بشخصه ادلى ببيانات اسرته. اذا كل دعوه لكل مواطن ان هو يستقبل العاملين ويرحب بيهم ويديهم البيانات الصحيحه علشان نحقق شعار هذا التعداد اللي هو تعدادنا مستقبلنا. كل الدول الرشيده اللي تقدمت ونمت وعملت تنميه مستدامه كانت البداية هي البيانات. طيب سيادة اللواء لو سمحت، يعني لماذا تبدو هذه الأهمية القصوى لعملية التعداد التي تتم وصولا حتى إلى أن رأس النظام السياسي في الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسي يذهب للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ويتابع أبرز تفاصيل أو ملامح هذه الخطة؟ ما هي انعكاسات هذه العملية على معدلات التنمية المنشودة، على خطط التنمية المنتظرة؟ لماذا تبدو بهذه الدرجة من الأهمية؟ الرئيس هو رأس السلطة التنفيذية، والسلطة التنفيذية عشان تتخذ قرارات وترسم سياسات لابد أن تعتمد على بيانات. احنا في التحصى بنسمي البيانات هي الأدلة اللي بيستخدمها المسؤول علشان يستخدم الموارد المتاحة في تحقيق أفضل إنجاز ويقدم بيها أكبر خدمات. إذا كنا محتاجين حياة أفضل، كنا محتاجين خدمات أفضل من الدولة، فلابد أن نعتمد على البيانات. والجهاز بيطلع البيانات من كذا اجراء او اسلوب، ناتي على راسها جميعا التعداد لانه شامل وان هو دقيق وبيشمل كل ده الحاجه الوحيده اللي بنعملها احنا وكل اجهزه الاحصاء في العالم. نعم. الحصر الشامل احنا بنعمل بين التعدادات، التعداد بيحصل كل مره كل 10 سنين، لكن بين التعدادات بنعمل مسوح بس كلها بالعينه. نعم. الحصر الشامل الوحيد هو التعداد. اذا التعداد هيوفر لك قواعد بيانات تقدر يا مسؤول، وانا هنا بلفت النظر المسؤول مش بس في الحكومه، المسؤول ايضا في القطاع الخاص، لان القطاع الخاص من اكبر مستخدمي بيانات الجهاز، لان هو مسؤول عن 70% من خطط التنميه. هو المستثمر بيعمل دراسه جدوى وعايز يشوف 70% من خطط التنميه سياده اللواء موكله او ملقاه على عاتق القطاع الخاص في مصر. حقيقه القطاع الخاص هو المشارك ب 70% من الناتج المحلي الاجمالي، وده دخل الدوله. فالنهارده انا بستهدف الحكومه، بستهدف القطاع الخاص، بستهدف منظمات المجتمع المدني ايضا، لان هي بتقوم بدور مجتمعي مهم. طيب سياده اللواء بعد اذن حضرتك، ايضا حضرتك من بين ما ذكرته ان هناك تعويل كبير للغايه او التعويل الاكبر على البيانات التي يقدمها المواطن لمسؤولي التعداد، والمصريون على مدى الأعوام الفائتة معلوم ربما أنهم مغرمون بتقديم بيانات خاطئة أو بيانات غير صحيحة، اعتقادا منهم بأن هذه المعلومات ربما تنعكس بالسلب عليهم، ربما تثقل عواتقهم بأعباء مالية إضافية وما إلى ذلك. كيف تتعاملون مع هذا المعطى، وهل تبدلت هذه الثقافة ولا لا؟ هذه الثقافة لابد أن تعتمد على وضع قانوني.
وضع قانوني. يعني ايه؟ احنا الجهاز لما بيجي ياخد بيانات حضرتك، اسرتك او اسره غيرك او منشاتك، كنت صاحب اعمال، هذا البيان الفردي هو سر عند الجهاز، لا يمكن تطلع عليه اي جهه في الدوله كبيان فردي. الدوله تستفيد من البيانات المجمعه، لكن البيان الفردي بتاعك بقوه القانون انا ما اقدرش ان انا اديه لو انطبقت السماء على الارض. حتى اجهزه الدوله ليس لها الحق في الاطلاع على بيانات تفصيليه احصاها المحصول. لا يمكن اي جهاز في الدوله يعتب باب الجهاز. انا بقولها و5000 واحد شغالين معايا في الجهاز عارفين هذا الالتزام. مبدا من مبادئ العمل الاحصائي، الاحصاءات الرسميه سريه البيانات الفرديه. ولو حد من موظفينا سرب بيان فردي لاحد الاسر او احد المنشات له عقوبه، يرتكب جنحه عقوبتها 6 شهور حبس. مش اقل من كده. المواطن يطمئن تماما ان هو لا يمكن البيانات اللي بناخدها منه لا هتجيب له هو فايده ولا هتضره. يعني ايه ما تجيبلوش فايده؟ لو قلنا احنا هنستخدم البيانات دي عشان مثلا بطاقات التموين، لا يمكن يكون التعداد سليم لان الناس هتزود في الاعداد عشان تاخد تحقق مصلحه. لو قلنا ان التعداد بيتم مثلا علشان نشوف مين اللي مش مركبين عددات كهرباء وكذا، اذا التعداد يجي اقل من المطلوب لان الناس مش هتدي بالبيانات، فلا بد ان احنا كلنا نعرف ان التعداد لا يجب ان يترتب عليه لا المصلحه للمواطن ذاتيا ولا للدوله ذاتيا برضه من هذه الاسره وهذا وهذه المنشاه. فانت في الحاله دي لابد ان تدلي بالبيانات. وبرضه نقطه مهمه قانونيه انا اسف، نقطه قانونيه، ان انا لما اجي لك انت لست مخير انك تديني البيانات او لا، لان نفس القانون بيلزمك انك انت تدي البيانات لمندوب الجهاز طالما تحققت من شخصيته. لانك انت لو ما اديتلوش البيانات او اديته بيانات غير صحيحه بتقع تحت طائره القانون وترتكب مخالفه او جنحه برضه عقوبتها تصل الى 6 شهور حبس. يعني تقديم بيانات مكذوبه، تقديم بيانات مكذوبه او غير صحيحه عمدا من قبل المواطن هو يضعه تحت طائره القانون ايضا. يضع تحت طائره القانون، لان انا لو جيت لك اديتني بيانات وجارك ما ادانيش واللي بعدك اداني ده ما ادانيش، اذا في الاخر احنا ما عندناش بيانات عن المجتمع. فهو القانون مش عندنا بس في مصر، كل قوانين الاحصاء في العالم تنظم هذه العلاقه بين جهاز الاحصاء الوطني وبين المجتمع علشان المجتمع يستفيد من البيانات الصحيحه اللي بيديها المواطن الواعي، ان هو تعداده لصالح مستقبله، تعداده لحياه افضل. هي ده الوعي اللي احنا عايزينه من الناس، ان هم يعرفوا ان التعداد ده هيحقق لهم خدمات في التعليم. طيب سياده اللواء لو سمحت، حجم ما يستوفيه الجهاز او ما نستوفيه في مصر من معايير دوليه سواء كانت مرتبطه بالتعداد الشامل الذي نحن ازاءه الان او في بعض المسوح التي تتم مثل معدلات البطاله الموجوده في مصر، معدلات التضخم او نسب التضخم الشهريه، المعايير الدوليه التي نستوفيها في عمل مثل هذه الاحصاءات. انا هقول لحضرتك في هذا الموضوع نقطتين مهمين جدا. النقطه الاولى ان مجتمع الاحصاء الدولي هو مجتمع مترابط تماما ويربطوا علاقات سنوية. بنحضر في الأمم المتحدة في اللجنة الإحصائية بالأمم المتحدة اجتماعات سنوية تمر لمدة أسبوع. كنا في مارس الماضي بنحضر الاجتماع 48، يعني بقالنا 48 سنة بنوحد المفاهيم الإحصائية بين أجهزة الإحصاء في العالم كله علشان كلنا نشتغل بمنهجيات واحدة ونشتغل بأساليب واحدة وبدورية واحدة وبدرجة دقة واحدة ونستفيد من بعض ونتبادل الخبرات علشان كلنا نشتغل بمنهجيه واحده. يعني هتبص تلاقي التعداد اللي احنا بنعمله ده النهارده كل دول العالم تجري التعداد بنفس الاسلوب، لان احنا عندنا دورات للتعدادات تنظمها الامم المتحده اللجنه الاحصائيه كل 10 سنوات ونقول لبعض ايه الجديد، وتجربتنا اطلعت عليها العديد من الدول، لان احنا بنعمل تعداد الكتروني لاول مره ودوله كبيره زي مصر اكثر من 92 مليون. فادي المرجعيه الاولى ان احنا مرتبطين بمجتمع الاحصاء الدولي يوما بيوم وناخذ ما يصل اليه هذا المجتمع ونطبقه في مصر. وعندنا اللي بيسمح بتطبيق هذا شباب الاحصائيين اللي انتقيناهم ودربناهم وخليناهم يبحثوا وياخدوا دراسات عليا سواء في الداخل او في الخارج. انت بتكلمني حضرتك النهارده وعندي في السربون 10، رابع دوره في السربون، كل سنه وكل سنه وسنه يعني بنبعت 10 للسربون، دي المره الرابعه عشان يتعلموا تحليل احصائي. بنشارك في كل الندوات والمؤتمرات الدوليه، لا يقل عن 200 واحد من الجهاز بيشتركوا في انشطه خارجيه. طيب سياده اللواء، معنى حديث حضرتك الحاجه الثانيه المهمه، الحاجه الثانيه المهمه اللي تخلينا
توضح قدام حضرتك ان احنا بنتبع المعايير الدوليه، ان مصر من احد 80 دوله في العالم فقط في معيار خاص لنشر البيانات في صندوق النقد الدولي. صندوق النقد الدولي الدوله تتقدم له ان هي عايزه تبقى في هذا المعيار، معيار النشر الخاص للبيانات Data Special Data Dissemination Standard، وفي عندهم معيار اقل في تكلفته وفي جودة بياناته اللي هو General Data Dissemination Standard او معيار النشر العام. احنا مشتركين من سنة 2005 في معيار النشر الخاص، جاي الصندوق هنا وراجع مخرجاتنا وراجع اساليبنا ومنهجياتنا، و80 دولة بقول لحضرتك بس في العالم اللي مجاز لها انها تبقى في هذا الصندوق في هذا المعيار. احنا من 2005 واحنا في المعيار ده، ولما نخش المعيار مش معناه ان احنا دخلنا وما نخرجش، لا، ده انت بتخضع لرقابة سنوية علشان اللي ما بيلتزمش يخرج من المعيار فورا. احنا من 2005 لم نأخذ بنالتي واحد او لم يوجه لنا نقد واحد، لا في دورية ولا في دقة ولا في شمول الاحصاءات اللي احنا بنجريها باستمرار. شكرا جزيلا لك اللواء ابو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء، متحدثا الينا في اعقاب زياره الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي اجراها صباح اليوم لمقر الجهاز للتعرف على طبيعه عمليه التعداد الشامل التي تتم في هذه الاونه.